نرجع للنهائي الخطير والمثير بين الجيران والجارتين. هولندا متقدمة بهدف، تقطع الكرة من الرائع بيكنباور، يمشي بالكرة وسط الميدان، الهجوم عن طريق اللاعب اوبرات، اوبرات للمنتخب الالماني، كرة تتهيأ مرة أخرى، السرعة مطلوبة، المنتخب الالماني يقرض، خطيرة جدا الهجمة، دخول في منطقة الجزاء، ممكن التسديدة، والحكم ماذا يقرر؟ يزفر يزفر بينالتي للناصر المانشاف. خطا كان قاتل من لاعب بيانسن. مجهود كبير، مجهود كبير من المانشاف، التوغل، سلسله من المراوغات، وعلى فكره يعني الاعاقه لم تكن واضحه جدا. بحث عن السقوط، بحث عن الضربه، ويحصل بينالتي منتخب المانشاف. كورة لبول برايتنر، ممكن من المميزين في اول 25 دقيقة في هذه المباراة النهائية. يتقدم برايتنر ويتعادل المنتخب الالماني 1-1. بول برايتنر يجيب التعادل، ماكينة الالمان مش ممكن يضربها الصدى. يرجع برايتنر يفكس الحارس، يحط له ارضية، يتفرج الحارس، يتفرج الحارس في التعادل لدوتشلاند عن طريق البافاري بول برايتنر. 1-1 بين هولندا والمانيا. طريق المجد انطلق لهولندا من ركلة الجزاء، وطريق الحلم، وطريق رفع الاعلام احمر واصفر واكحل، علم المانيا الغربية، يعود بنفس الاسلوب، ضربة جزاء من بول برايتنر.